يا اهلا تفتكروا ممكن قط يصاحب كلب او مثلا عصفوره تصاحب سلحفه او عنكبوته تصاحب خنزير صداقه ليها اشكال كتير ومش بالضروره تكون دايما بين طرفين متشابهين يعني ممكن تكون بين ولدين او بنتين او ولد وبنت من نفس السن ولكن كمان ممكن تكون بين حد اكبر وحد اصغر وممكن تكون بين كائنات مختلفه زي مثلا لما تكون بين انسان وحيوان او بين اتنين من الحيوانات محدش يخطر في باله أبدا أنهم ممكن في العادي يكونوا صحاب الحقيقة أن الصحبة كل ما كانت مختلفة كل ما القصة كانت مميزة ومثيرة أنها هتبقى مختلفة وبالتالي هتبقى مؤثرة أكتر وده اللي هنشوفه في الكتاب بتاع النهاردة رواية اسمها شارلوت سويب أو شبكة شارلوت لكاتب اسمه إي بي وايت الكتاب ده اتعمل سنة 1952 يعني من حوالي أكتر من 70 سنة هو بيحكي عن حكاية عن الصداقة والتضحية بيبدأ الكتاب وبنتعرف على البنت الصغيرة اللي عمرها 8 سنين اسمها فيرن بتعترض لما تعرف ان ابوها قرر يذبح اضعف خنزير موجود عندهم في المزرعة لانه صغير وضعيف ولو اكلوه وشربوه وصرفوا عليه طول الوقت ده وفي الاخر ما كبرش هيكون في خسارة كبيرة ليهم فبتقول لباباها ان ده مش ذنبه وانها ممكن تخلي بالها منه لحد ما يكبر ويبقى قوي فأبوها بيقولها طيب خلاص بس انتي تكوني مسؤوله عن تربيته لو فعلا عايزاه يعيش وفعلا فيرن بتقرر تعتني بيه وبتسميه ويلبر بتنضفه وتنيمه وتأكله لبن من الببرونه زي بتاعت الأطفال لكن ويلبر بيكبر بسرعه وساعتها باباها بيقرر ان حجمه بقى أكبر كتير من الحظيره الصغيره اللي عندهم وبيقرر يبيعه ففرن بتحاول تعترض لكن مع تصميم باباها بتقوله طيب خلاص أنا هقنع حد نعرفه هو اللي ياخده وبتتكلم مع عمها ومراته اللي عنده مزرعة كده بس أكبر من مزرعتهم شوية وبيقرروا إنه خلاص إحنا هنشتريه وبالتالي تقدر هي تزوره كل شوية والسيد والسيدة زوكرمان بياخدوا ويلبر وبيتنقل خلاص لبيته الجديد. الحظيرة الجديدة بتاعته كانت مليانة حيوانات مختلفة بقر وخرفان ووز وبط وقطة وكلب وأحصنة كتير جدا مكان كبير وبتحاول فيرن قد ما تقدر ان هي تزور صديقها ويلبر باستمرار ولكن هي عموما بتحب الحيوانات حتى الحيوانات اللي عايشه معاه والحيوانات كمان بتحبها جدا ولكن احيانا غصب عنها فيرن ما بتعرفش تزوره وبالتالي ويلبر كان بيحس بالملل الشديد وفي مره الوزه الكبيره قعدت تشجع ويلبر وتزن عليه انه يخرج بره الحظيره ويلعب في المزرعه يحفر في الارض وياكل الخضروات ويجري ويلعب بحريه مع التشجيع الكتير والزن الكتير بيجري ويلبر ويحفر في كل مكان ويحط كده مناخيره في التراب سعيد بحريته واللعب بس ده كان لوقت قليل لان بعد كده السيدة زوكرمان بتشوفه وبتحذر جوزها وعامل المزرعة انه شكله كده عايز يهرب وبالتالي يرجعوه تاني لمكانه لانه مش هينفع يخرج يروح لصاحبته في مزرعته القديمة الوزة كانت طول الوقت عمالة بتشجع ويلبر على الجري والهروب من المزرعة ولكن مستر زوكرمان والكلب بتاعه كل مره كانوا بيقدروا يلاقوه ويرجعوه فبيكتشف ويلبر انه لسه صغير قوي على موضوع الهروب ده وانه مش هيعرف يعتمد على نفسه وبالتالي بيقرر يقبل بالوضع الجديد ولكن في نفس الوقت ويلبر بيفتقد فعلا وجود صديق له الاول بيحاول يتكلم مع الفار تيمبلتون لكنه بيكتشف انه فار اناني جدا وبيدور بس على مصلحته ومصلحته هي انه ياكل بواقي اكل ويلبر في الحظيره وشعاره في الحياه تدفع قرش تاخد قرش وما كانش مهتم خالص انه يصاحب حد طالما مش طالع له من الموضوع مصلحه احيانا ويلبر كان بيكون مضطر يتكلم معاه رغم انه الكلام معاه يعني ما كانش مسلي بس ما كانش فيه فرصه تانية للكلام مع حد تاني خصوصا في الايام اللي الطقس فيها ما بيكونش كويس والدنيا بتبقى بتمطر وفيرن ما بتعرفش تيجي بيبقى قاعد زهقان خالص فلما كان بيطلب من تيمفلتون انه يلعب معاه كان الفار بيقوله انا اصلا يعني ايه لعب والكلام الفارغ ده انا اعرف ازاي بس احفر انفاق علشان اوصل للاكل اللي انا عايز اكله او عشان اهرب من الاخطار غير كده انا ما بعملش حاجه تانية والبركان بياكل اكل كتير كان عنده وجبه الصبح ووجبه الظهر ووجبه بالليل ولكن هو ما كانش محتاج اكل بس احنا قلنا انه احيانا الناس بتحتاج ما هو اكتر من الغذاء هو كان محتاج حب ومحتاج صديق وده بيورينا قد ايه اصدقائنا مهمين في حياتنا ساعات بيكون عندنا كل حاجة احنا محتاجين لها في الدنيا اكل وشرب ولعب وكل حاجة ولكن بدون ما يكون عندنا صديق او اصدقاء يعني نتشارك معاهم في اي حاجة عندنا بنحس بالحزن والوحدة عشان كده اصدقائنا مهمين جدا بيحاول ويلبر مع اكتر من حيوان موجود في المزرعة الاول بيحاول مع الوزة اللي هي كانت عماله تزن عليه انه يهرب ده ولكن لما طلب منها ان تلعب معاه اعتذرت له لانها لازم ترقد على البيض بتاعها لحد ما يفقس كتاكيد كده صغيرين فمش فاضيه معلش بعدين حاول مع الخروف ولكن لما طلب منه انه يلعب معاه الخروف قال له لا معلش مش هقدر مش فاضي. بعد شويه بيسمع ويلبر صوت ضعيف لحد عمال بيقول انه احنا ممكن نبقى صحاب ويلبر بيبقى مبسوط اوي بس مش عارف هو الصوت ده جاي منين ولكن بيتفاجئ ان اللي بيقول له كده هي تشارلوت العنكبوته اللي عايشه في مدخل الحظيره ويلبر بيشوف شارلوت كائن جميل ولكن بيستغرب منها شويه بالذات لما بيشوفها بتاكل دبانه حاجه مقرفه جدا وعلى الرغم ان هو يعني مش بيحب الدبان قوي ولكن برضه صعبت عليه ولكن شارلوت بتحكي له انها مش بتاكل الدبانه ولكن بتشرب دمها فبيتخض اكتر وبيلاقي ان الموضوع مقرف زياده ولكن شارلوت بتشرح له ان هي اتخلقت كده وورثت الطريقه اللي بتاكل بيها وطريقه حياتها من جدودها في النهايه على الاقل هي بتدور على اكلها بنفسها مش زيه بيستنى حد يحط له الاكل لحد عنده ده غير ان لو العناكب ما اكلتش الحشرات التانية اللي زي الدبان او الناموس او الخنافس الحشرات دي هتتكاثر وعددها هتكبر جدا وممكن تقضي على الحياة تماما وفي كل الاحوال بعد ما تشارلوت بتوقع الدبانة في شبكتها العنكبوتية بتخدرها وبعدين بتاكلها من غير ما تحس باي الم خالص قبل ما تموت ويلبر كان لسه يعني هو صغير فهو لسه ساذج وبريء وما حاجات كتيرة في الحياة فبالنسبة له تشارلوت كان كائن غريب قوي وذكي ومتوحش وعامله كده زي مصاص الدماء او الفامباير ولكن في نفس الوقت هي كانت لطيفه جدا مع ويلبر وكانوا بيقضوا وقت طويل بيتكلموا وبيضحكوا سوا ومع الوقت هيعرف قد ايه ان هي مخلصه ووفيه وجدعه وصاحبه صاحبها بعد كده حياه ويلبر اتحسنت كتير في المزرعه بين زيارات فيرن من ناحيه وين صداقته مع تشارلوت من ناحيه تانيه فالحياه ما بقتش ممله قوي وما حاسس بالحزن الدنيا بقت لطيفه لكن في يوم من الأيام النعجه الكبيره اللي كانت معاهم في الحظيره حذرت ويلبر إن أصحاب المزرعه بيأكلوه عشان يسمنوه عشان يرجعوا بقى تاني ياكلوه في الكريسماس ، في الأول ويلبر بيقول لأ الكلام ده أكيد مش حقيقي ولكن النعجه بتقوله إن ده اللي بيحصل كل سنه بيجيبوا واحد زيه كده يأكلوه لحد ما يتختخ وبعد كده ياكلوه هما في الكريسماس ، بيخاف ويلبر جدا وبيبدأ يعيط ومش عارف يطلب المساعده من مين فبيطلبها من شارلوت شارلوت تقعد تفكر شوية وبعدين بتقوله طيب ما تشيلش هم أنا هلاقي طريقة أنقذك بيها وبتوعده إنها تنقذه وإنه هيعيش بس لازم يهدى الأول ويبطل عياط عشان تعرف تفكر في الوقت ده فرن كانت دايما بتزوره وكانت بتسمع الحيوانات وهما بيتكلموا مع بعض وكانت لما تروح تحكي لمامتها مامتها تخاف جدا من الكلام ده وتفتكر إن البنت اتجننت ولكن الحيوانات كانوا بيحبوا فرن عشان كده كانوا بيتكلموا قدامها بحرية وبيحكوا قدامها على أي حاجة الحاجات يعني اللي هما بيقولوهاش امام البني ادمين التانيين ولكن مامة فرن كانت بتقلق جدا على بنتها وتقرر تكشف عليها وعلى قواها العقلية الدكتور بيقول لها لا لا دي مجرد مرحلة بيعدي بيها اطفال كتير وانها لما هتكبر شوية هتبطل تهتم بالحيوانات وهتبقى زيها زي البنات اللي في سنها وتهتم بحاجات تانية ما هم خالص لكن فرن على الرغم من ده فضلت تزور المزرعة وتسمع ويلبر وشارتلوت وهما بيتكلموا وبيخططوا لإنقاذ حياته وفي يوم كانت شارلوت بتكلم ويلبر عن الطريقه بتاعه غزل الشبكه بتاعتها وويلبر بيحاول يعمل شبكه زيها بس طبعا مش هيعرف لانه بس العناكب هي اللي تعرف تعمل شبكه ساعتها ويلبر تعب وقرر ينام فرهد بقى من المجهود ده بس قبل ما ينام بيبدا يسمع اصوات الحظيره الكتير وقال لشارلوت انه حابب المكان هنا جدا وبصراحه مش عايز يموت دلوقتي فشارلوت بتطمنه تاني وقالت له يا ابني ما انا قلت لك اني هنقذك وعندي خطه بطل قلق بقى ساعتها بتبدا تفكر بعمق اكبر في مشكله ويلبر عشان هي صبوره اتعلمت انها تفضل قاعده مستنيه الدبانه لحد ما تيجي لحد عندها عشان تاكلها فضلت شارلوت مستنيه الفكره اللي هتنقذ بيها ويلبر لحد ما في يوم في نص شهر يوليو في عز الحر جات لها الفكره قالت البشر رغايين ويحبوا يتكلموا كتير والحل اللي هتلاقيه شارلوت ده هيكون خدعه تستغل الموضوع ده شارلوت كانت دايما عنكبوته مفوهة مفوهه يعني بتعرف تقول كلام يبان مهم وعميق فيوم مثلا ما كلمت ويلبر لاول مره قالت له سالوتيشنز سالوتيشنز يعني طريقه تقول بيها هاي ولكنها طريقه فخمه جدا ودي كلمه مش سهل حيوان صغير زي ويلبر انه يفهمها ولكن شارلوت عموما كانت مثقفه وتعرف تقول كلام كبير وكانت بتحب تبين ده كمان فبتفكر شارلوت انها ممكن تستغل الموضوع ده مع مهاراتها في عمل شبكه العنكبوت مع فكره ان البشر رغايين وتفضي مكان في وسط الشبكة بتاعتها وتكتب مكانه بخيوط شبكتها العنكبوتية كلمة ويلبر عظيم في تاني يوم وبينما كان عامل الحظيرة بينظفها بيشوف الكلمة وبيبلغ السيد من بسرعة الأخبار تنتشر في البلد وبيجي زوار كتير جدا عشان يشوفوا إيه الحيوان ده صاحب المعجزة اللي فيه شبكة عنكبوت بتشكر فيه محدش كان فاهم ليه العنكبوتة كتبت الكلام ده عن ويلبر وعلى الرغم من ان السيدة زوكرمان كانت شايفة انه كده العنكبوتة هي اللي مميزة مش ويلبر ولا حاجة ولكن الباقيين كانوا شايفين ان ويلبر هو اللي مميز والدليل على كده ان الكلام اللي اتكتب ده معجزة معجزة اكيد ما بتحصلش لكل حد وبداوا يبصوا لويلبر على انه حيوان مميز جدا بعد شوية فكرت شارلوت انها لازم تكتب كلام اكتر علشان تضمن انقاذ ويلبر وعلى الرغم من انها عنكبوتة مثقفة ولكنها برضو بتسأل باقي الحيوانات اللي في الحظيرة تفتكروا ايه يا جماعة الكلمة اللي المفروض اكتبها المرة دي لان يعني الموضوع مسؤولية برضه ولازم نختار الكلمة دي بعناية شديدة فالحيوانات بتقترح كلمة رائع فتاني يوم تكتب شارلوت في نص الشبكة بتاعتها كلمة رائع وبرضه الناس يجوا من كل حتة عشان يتفرجوا تاني على هذا الحيوان اللي بيتكتب عنه كل المدح ده بعد كده شارلوت وبقية الحيوانات بيطلبوا من الفار تمبلتون اللي هو بتاع مصلحته ده نجيب يجيب لهم كلام اكتر لانه يعني بيخرج وبيرجع براحته في مقابل ان ويلبر هيدي له بواقي اكتر من بواقي اكله فيروح تيمبلتون يدور على كلمات موجوده في الجرايد في صندوق القمامه فيلاقي ورقه في مجله مكتوب عليها الكلمه اللي تشارلوت هتكتبها المره اللي بعدها وهي كلمه متألق اذا ويلبر دلوقتي اتكتب عنه كلمات عظيمه من اول عظيم ورائع لمتألق وهنا قرر السيد زوكرمان إن ويلبر لازم يشارك في معرض المقاطعة الزراعي، المقاطعة يعني المنطقة وده معرض بيتعمل كل سنة عشان يدوا فيه للمزارعين جوايز عن أحسن زرع زرعوه وأحسن حيوانات ربوها وحاجات شكل كده. وكان السيد زوكرمان واثق إن ويلبر حيوانه المعجزة أكيد هيفوز السنة دي. لما ويلبر عرف بخبر مشاركته في المعرض كان سعيد جدا وفخور بنفسه وطلب من شارلوت إنها تروح معاه لكن شارلوت رغم انها كانت فرحانه جدا لويلبر بانجازه وفخوره بيها كمان ولكن قالت انها مش هتعرف تروح لان وراها مهمه كبيره وهي انها هتبتدي تبيض بيض هيتحول بعد كده لاولادها العناكب الصغنانين ودي مهمه محتاجه وقت ومجهود وعشان كده لازم تفضل هنا في الحظيره طبعا ويلبر بيزعل جدا لانه كان عايز صديقته تشاركه لحظه فوزه وفي يوم السفر للمعرض المقاطعه وعشان ويلبر ما يزعلش بتستخبى شارلوت ومعاها تيمبلتون في العربية بتاعت ويلبر عشان يروحوا معاه وما يبقاش لوحده وهو بياخد الجايزة وهناك في المعرض كان في ناس كتير وأكل كتير وحيوانات كتير وكان المنافس الرئيسي لويلبر اسمه أنكل راحت شارلوت عشان تسأل عن سنه وتعرف يعني فرص فوزه هو على ويلبر فلقته في نفس سنه ولكن حجمه أكبر بكتير جدا فطبعا كان ويلبر قال الآن إنه أنكل شكله هيفوز عليه في المسابقة ولكن شارلوت بتفكره ان هدفهم ما كانش الفوز هدفهم كان انهم ينقذوا حياته وده حاصل اهو ودي عايش في المزرعه اللي بيحبها بعدها بتقرر شارلوت انها تكتب عن ويلبر كلمه اخيره فنسجت في وسط الشبكه بتاعتها في حاضرته اللي في المعرض كلمه متواضع عشان كل الناس اللي في المعرض ييجوا يبصوا عليه ويبصوا وهم منبهرين لكن على الرغم من كده ولما بتعلن النتائج بنلاقي النتائج مش زي ما احنا كنا متخيلين قوي سيد زوكرمن ما بيكونش سعيد قوي بالنتيجه ولا هو ولا فرن اللي كانت حاضره المعرض علشان خاطر ويلبر وده يخليهم يرجعوا لكلامهم ويقرروا تاني انهم ياكلوا ويلبر على العشاء ليله الكريسماس فيا ترى ايه بقى اللي ممكن يحصل يعوض فوز ويلبر في المعرض وهل شارلوت بذكائها ممكن تنقذه تاني وتدور له على حيلة جديدة؟ وهل ويلبر نفسه هيكون اتعلم أي حاجة من صاحبته دي ويدور لنفسه على حل بدل ما هو طول الوقت مستني حد يحلله المشكلة؟ وهل ممكن الكتاب ده أساسا يغير نظريتنا أو الطريقة اللي احنا بنبص بيها على الحيوانات والحشرات؟ ناس كتير بتعتبرهم مجرد جمادات ما عندهمش مشاعر ومش بيحسوا، لكن هل ممكن بعد الكتاب ده لما نبص لهم نحبهم ونفكر فيهم كأصدقاء عندهم حياه كبيره احنا ما نعرفش عنها حاجه لانهم مش بيتكلموا قدامنا زي ما بيتكلموا قدام فرن كتاب شبكه شارلوت للاسف لم يترجم للعربيه ولكنه سهل جدا في قراءته بالانجليزي حجمه تقريبا 190 صفحه ومليان رسومات وبالتالي سهل خالص في قراءته حتى لو انتوا مش متعودين تقروا انجليزي ممكن تبتدوا تقروه ويكون بدايه مناسبه خالص وهو مناسب من سن سبع او ثمان سنوات ومناسب جدا لاي حد اكبر من كده ومناسب كمان يتقرا كحدوته قبل النوم بابا او ماما او اي حد كبير يقراها ليكوا وانتوا بتناموا لحد ما تبقوا بتقروها لوحدكم بس كده انا كده خلصت كلامي ولكن لان الكتب ما خلصتش ويا رب ما تخلص ابدا استنوا حلقه جديده اكلمكم فيها عن حكايات جديده مغامرات جديده ابطال رائعين اوعدكم هيعجبوكم جدا جدا شكرا